السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناتنا. وفي هذا الفيديو الجديد الذي يتعلق بالأطر المرجعية المكيفة ومحينا الخاصة امتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة 2020-2021. إطار المرجعي لمادة التربية الإسلامية لجميع الشعب الأدبية والعلمية وأيضا التقنية. في هذا الفيديو سنتعرف على الدروس التي يجتاز فيها المرشحين والمرشحات امتحانات الأولى بكالوريا لهذه السنة. كما تشاهدون في هذا الجدول، بالنسبة للدروس التي ستكون في امتحان الجهوي الخاص بمادة التربية الإسلامية، المجال الفرعي الأول لدينا التزكية. في هذا المجال ألف القرآن الكريم، تحديد القضايا الرئيسية الواردة في الأشطر 1 2 3 و4 من سورة يوسف إلى غاية الآية 68، ونجد فيها سبب التسمية، أسباب النزول، نوعها، موضوعاتها، مع مراعاة البعد الوظيفي. ثانيا، استنباط الأحكام التكليفية والقيم المتضمنة في هذه الأشطر، توظيف آيات من الأشطر المحددة في معالجة الموضوعات والقضايا الواردة في المداخل، ثم توظيف آيات من الأشطر المحددة لدعم الآراء والمواقف. باء العقيدة، نجد فيها الإيمان بالغيب، الإيمان والغيب في هذا المحور، لدينا حقيقة الإيمان وشروطه، مفهوم الغيب ودلالة الإيمان به، أثر الإيمان بالغيب في التصور والسلوك. ثم لدينا الإيمان والعلم، نجد فيه الإسلام يدعو إلى العلم، العلم يرسخ الإيمان ويقويه، لا تعارض بين العلم الصحيح والإيمان الحق. ثم محور الإيمان والفلسفة، نجد في التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير، المنهج الفلسفي الموضوعي وأثره في ترسيخ الإيمان، لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق. أما بالنسبة للمجال الفرعي الثاني وهو الاقتداء، نجد في صلح الحديبية وفتح مكة دروس وعبر، والمحاور التي فيه هي صلح الحديبية، السياق والنتائج، فتح مكة دواعيه ونتائجه، ثم الحرية والسلام والتسامح والوفاء بالعهود من أسس انتشار الإسلام وبقائه، ثم محور الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضا ومستشيرا، نجد في هذا المحور مبدأ التفاوض في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للآخر وفوائده، إعمال مبدأ الشورى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتدبير شؤون المسلمين، ثم من فوائد الشورى والتفاوض رص الصف الداخلي وتدبير الاختلاف. ثم لدينا أيضا نماذج للتأسي، عثمان بن عفان رضي الله عنه وقوة البدل والحياء. في هذا المحور لدينا إعداد الرسول صلى الله عليه وسلم نماذج تحمل الرسالة للصحابة، البدل والحياء من خصال عثمان بن عفان رضي الله عنه، المؤمن يدعو إلى الإسلام بأخلاقه وسلوكه، ولدينا هنا البدل والحياء مثلا لآخره. ثم المجال الفرعي الثالث هو الاستجابة، فقه الأسرة، الزواج، الأحكام والمقاصد، لدينا هنا الأسرة في الإسلام مفهومها ومكانتها، الزواج وتعريفه وحكمه وأركانه وشروطه، مقاصد الزواج وغايته. ثم لدينا فقه الأسرة، الطلاق، الأحكام والمقاصد، هنا نجد الطلاق تعريفه وحكمه وشروطه، أنواع الطلاق والعدة، ومقاصد الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع. بالنسبة للمجال الفرعي الرابع وهو القسط، لدينا حق الله تعالى، الوفاء بالأمانة والمسؤولية، نجد فيه ميزة الحقوق في الإسلام، حق النفس وحق الغير هي حقوق الله تعالى، الوفاء بالأمانة والمسؤولية المفهوم والتجليات، الوفاء بالأمانة والمسؤولية أساس نشر الثقة وشرط نماء المجتمع وصلاحه. ثم حق النفس، الصبر واليقين، نجد فيه الصبر واليقين المفهوم والتجليات، علاقة الصبر باليقين في الإيمان والعمل، الصبر واليقين أساس ثبات الإيمان. ثم المجال الفرعي الخامس وهو الحكمة، لدينا الكفاءة والاستحقاق أساس التكليف، نجد فيه معنى التكليف وتحمل المسؤولية من المنظور الشرعي، مفهوم الكفاية والاستحقاق والعلاقة بينهما، مبادرة الكف لخدمة الصالح العام. ثم العفو والتسامح، نجد فيه مفهوم العفو والتسامح، العلاقة بين العفو والتسامح، العفو والتسامح أساس نشر المحبة وتماسك المجتمع.
وكملخص للإطار المرجعي نجد دروس امتحان الجهوي في مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى بقول جميع الشعاب حسب الإطار المرجعي الجديد 2021 هي سورة يوسف، الآيات من بداية السورة إلى الآية 180، الإيمان والغيب، صلح الحديبية وفتح مكة دروس وعبر، الزواج، الأحكام والمقاصد، حق الله، الوفاء بالأمانة والمسؤولية، الكفاءة والاستحقاق أساس التكليف، ثم الإيمان والعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضا ومستشيرا، الطلاق، الأحكام والمقاصد، حق النفس، الصبر واليقين، العفو والتسامح، الإيمان والفلسفة، نماذج للتأسي عثمان بن عفان رضي الله عنه وقوة البذل والحياء، رعاية الأطفال وحقوقهم، حق الغير، العفة والحياء، ووقاية المجتمع من تفشي الفواحش. هذا كل ما يتعلق بالدروس التي سيكون في امتحان الجهوي. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.